Good morning YouTube, how are you? أهلا فيكم بقناة مازن يوتيوبر. زي ما أنتم شايفين سويت غرفتي زي اليوتيوبرز اللي بيعملوا غرفهم وبصير هيك في عندهم أضواء وراهم وأشياء. حطيت كمان وراي نار لونها بنفسجي، ما بعرف لو هي موجودة بالحقيقة ولا لا، بس كتبت على اليوتيوب نار لونها بنفسجي وطلعت. وزي ما أنتم شايفين الغرفة خلصت، الغرفة عملت الغرفة، هو لسه فيها صدى لأنه في كتير أشياء فاضية، فرح أضيف عليها أشياء أكيد، مو بس هيك رح تكون، بس هاي يعني لهلأ خلاص هيك منيح، أحسن من السيتاب القديم 100% أحسن. اليوم الفيديو بدنا نسويه، بدنا نعمل تحدي، مين أكتر واحد بيقدر يطعن حق شو بيعملوا اليوتيوبرز. بدنا فكرة فيديو تاعت يوتيوبرز، هدول اليوتيوبرز اللي هيك بيكون عندهم سيتاب وراهم. اليوم بدنا نساعد الفقراء. اوكي لا مش هيك كمان، هاي لا ما بنقدر نستغل الفقراء عشان نجيب مشاهدات. طيب شو ممكن نعمل افكار؟ اكتبوا لي افكار عشان هاي الغرفة صارت عندي، انا صرت هيك يعتبر يوتيوبر حقيقي، صح؟ يعتبر انا هلا يوتيوبر حقيقي، وحاط وراي كمان اشياء اليوتيوب، الهدايا تاعت اليوتيوب مليون، 100,000 100,000 100,000، حاط وراي صور. شو كمان اضيف على الغرفة؟ اكتبوا لي. خلينا ندخل الفيديو. اليوم وانا قاعد بظبط الغرفة فجأة لقيت مسجات عم توصلني بيحكوا لي مازن مبروك الخطوبة. أنا استغربت شو القصة، أنا متزوج، ليش بتحكوا لي مبروك الخطوبة وأنا تزوجت؟ عرسي كان من أسبوعين تقريبا، أسبوع ونص عرسي هيك، شو بتحكوا أنتوا؟ شو مبروك الخطبة؟ ولا لقيت بدر خلف منزل إنه هو انخطب مني؟ ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. زي ما أنتوا شايفين بدر خلف منزل عنده بالتيك توك بيحكي الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تمت خطوبتي من اليوتيوبر الأردني مازن. بدر شو بدك يا أم معه؟ فوفو بوي ليش هيك قاعد بتنزل عندك؟ مش فاهم المشكلة، مش منزل هيك بس بالتيك توك، منزل بكل مكان حرفيا. نزل على التويتر هذا الخبر أنه على أساس خطبته أنا، مش عارف كيف أنا خطبته بس أوكي. نزل كمان على الإنستغرام، حتى بالسناب شات منزل نفس الإشي وبيحكي انه هو انخطب مني. بدر شو بدك؟ مش فاهم، حضرت الفيديو تاعي اللي انا قاعد بعلق عليك، حضرت الفيديو تاعي وانا قاعد بجلدك بدر وما عجبك الموضوع فطلعت تحكي يعني هذا الاشي. الصراحة هي شوي بتضحك، طيب شوي بضحك الموضوع، ما رح نكون يعني نحن نلف وندور ونقعد نكذب على بعض، شوي بضحك الموضوع. بس بدر مش فاهم لوين بدك توصل. اوكي اضحكنا طبعا عليك، يعني انت عم نضحك كلنا عليك اكيد، يعني هاي الشغلة ما بتتغير، هاي من زمان موجودة، يعني قاعدين نضحك عليك احنا من زمان. فبعدين لوين بدك توصل؟ اوكي ضحكنا عليك كل هاي الاشياء، وبعدين يعني لوين؟ شو الهدف النهائي تاع بدر؟ نفسي افهم شو هدفك النهائي. بدر والله مش عارف شو احكي لك عن جد، انك ام معه جد شو بتعمل بدر؟ جد شو بتسوي؟ لوين بدك توصل؟ وبعدين والله زمان عنك، انا ما شفتك من زمان، نسيت اصلا انك انت موجود، ليه كنت ضلك هيك مختفي؟ يعني كنت ضلك مختفي ولا انه هيك تسوي بحالك؟ هلا راح اعمل فيديو عليك، هو انت هذا اللي بدك اياه من الاخر، هو هذا اللي يعني هدفه من كل هاي الحركة اللي سواها، بده يعني أسوي فيديو عليه. بدر يعني أم معه بشكل غريب، أحكي لكم ليش بشكل غريب أم معه، لأنه حكى أنه هو تاب، حكى على أساس أنه خلص هو ما رح يرجع لهاي الحركات أكثر من مرة، مو بس مرة، بس آخر مرة سواها بشكل جدي، فكتير ناس صدقوا، أنا منهم، أنا كنت من الناس اللي صدقوا هذا الموضوع الصراحة، حكيت خلص بدر يعني شكله بده ينهدي، شكله خلص حيمشي صح الطريق الصح، بس للأسف يعني زي ما هو، وبالعكس قاعد بيصير أسوأ وأسوأ. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، واو هذا حلمه، أنتم متخيلين؟ كاتب على هذا الفيديو أول مرة بحياتي بدخل حمام البنات، حلم وتحقق، هذا حلمه. يعني أنت عامل كل هذا بحالك وبدك تتحول لبنت بس عشان تدخل على حمامهم؟ شو تسوي؟ ليه هيك أنت يا أخي؟ ليش هيك عم تعمل بحالك؟ اطلع من الحمام بسرعة يا بدر، اطلع من الحمام بسرعة، بلاش ما واحد يشوفك موجود وبنته تكون جوا،
وبعدين وانت طالع انت عارف شو راح يسوي فيك هذا الاب لو اكتشف انك انت موجود وبنته كانت بالحمام. واضح جدا يعني شكلك انك رجال، واضح من السكسوكه تاعتك، السكسوكه تاعتك مستحيل تروح لو شو ما سويت. عمل كتير عمليات ليزر بدر بس للاسف ما قاعده بتروح، وبالعكس قاعده بتزيد، بتضلها بتطلع. كل ما بسوي عمليات ليزر اكثر كل ما بتصير كثيفه اكثر. فخلاص ارجع، ارجع لاصلك يا بدر. عن جد لوين بدك توصل؟ لوين بده يوصل؟ لو بتشوف هذا الفيديو يا بدر انت، لو هلا قاعد بتشوفه، لوين بدك توصل؟ بس نزل لي عندك بالانستغرام بالسناب شات، احكي لي شو هدفك، ليش هيك بتعمل بحالك، لوين بدك توصل، شو اللي بدك تحققه من هاي الحياه، ليش هيك قاعد بتعمل. كتير اسئله عندي، بس هلا جاوب بس على هاي الاسئله. بدي اعرف ليش هيك عمل بحاله، كان كل إشي تمام، كان يشتغل اعلامي هون عندنا، كله كان تمام، الناس كانوا يحبوه، فجاه راح على بريطانيا، تحول، صار جدا غريب. ليه هيك بتعمل بحالك يا بدر؟ والله مش عارف ليش هيك تعمل. شو هذا هذا الشغله يعني بتجيب لك فلوس اكثر وعشان هيك تركت الاعلام وعم تعمل هيك وتحولت لبنت؟ شو اللي بدك تحققه؟ حلمك تحقق يا حلمك تدخل حمام البنات، اتحقق الحلم. شو بدك كمان؟ شو اكثر من هيك بدك؟ راح نتكلم على الجلسه المثاليه الانثويه اللي تخليك انثى بلس. الجلسه دائما تكون رجل على رجل. ما في وحده حبيبتي تجلس وفاتحه دكانها، فاتحه دكانها تحب منه معين. المهم رجل على رجل، ايدك دائما فوق بعض. بعض البنات يحبون يحطون ايدهم كذا، ايدهم كذا يكون دائما انك انت انسانه متحفظه. فحط ايدك فوق بعض، تكون ايد انسانه واثقه من نفسك وإنسانة متقبلة للرأي اللي قدامك. 2024 وصلنا لمرحلة إنه بدر خلف قاعد بيعلم البنات الأنوثة، عم بيعلمهم كيف يصيروا أنثى وكيف يقعدوا زي الإناث وكيف يجذبوا الرجال، وهو مش جاذب أي حدا، ما في حد أنت جاذبه، جاذب بس الكراهية لإلك. شو بدك بدر؟ ليش تدخل حالك لهاي القصة؟ زمان عنك، أنا نسيتك. والله ممكن هو عمل هيك بس عشان الناس نسيوه، فحب حدا يعمل له رفرش، وهلأ هذا الفيديو ممكن يسوي له رفرش، بده الكراهية ترجع له، ممكن بده الناس يبعثوا له كراهية. ليش هيك يا بدر؟ والله عظيم، ارجع لعقلك، حرام عليك، شو هذا اللي قاعد بتسوي بحالك يا بدر؟ فكر شوي مع نفسك. قعد السكسوكة كتير حاولت تشيلها، كتير حاولت انك تكون أنثى بس ما قاعد بتزبط معك بدر، لازم ترجع. خلص جد يعني ما بعرف شو أحكي لك غير أنه عن جد أنت لازم ترجع، لازم خلص تقرر قرار، تأخذ هذا القرار أنه أنا بدي أرجع أصير ذكر، بدي أرجع أصير رجال. لازم خلص تخلي السكسوكة تطول، اللحية تطول، ترجع للرجولة تاعتك. ارجع، توب يا بدر. أنا ما بدي أغلط عليك هلأ، ما بدي أغلط عليك يا إمعة، ما فاهم علي، بس انت لازم تدخل هاي الشغلة براسك وتعرف وتستوعب كيف انك لن تصبح انثى. مستحيل بيوم من الايام تفيق تلاقي حالك انثى، مستحيل بيوم من الايام خلص هاي الجينات اللي فيك الذكورية تنشال، رح تضلك ذكر طول حياتك. ممكن هذا الشيء يضايقك لانك انت بعالم الوهم اللي انت عايش فيه بالاحلام اللي عم بتعيشها بنفسك تكون كتير انثى، بس صدقني يا بدر لما ترجع وتتقبل هذا الشيء وتحكي انا خلص ذكر، ما راح تتضايق وما راح تندم، راح تحكي الحمد لله اني انا سمعت كلام مازن، مازن انقذني. بدر لازم ترجع يا إمعة، لازم لازم ترجع. لا تقلد الغرب يا إمعة، لا تقلد الغرب وتقعد تحكي LGBTQ من هذا القصص، هم هيك بيعملوا عادي فخليني هيك اعمل. لا تسوي هيك يا بدر، وخلص تسوي هاي الحركات الغبيه بدر، خلص تنزل هاي الاشياء كل مره بتحكي انا خطبت من هذا، انا خطبت من هذا. اي حدا بيعمل عليك فيديو بيعلق عليك بنتقدك بتطلع بتحكي انك انخطبت منه، شو هاي الحركات؟ خلص يا اخي شو، اترك هاي الحركات. على فكره ما في حدا قاعد بيضحك معك، الكل قاعد بيضحك عليك يعني، بس قاعد بفهمك هالشغله. ما في حد عم يحكي انا فايت اليوم اشوف بدر خلف خليني اضحك معه، عم بيضحكوا عليك لانك عم بتسوي اشياء زي المهرج. يعني شو عرفت كيف بالمهرج بيجي بالسيرك وبيقعد يضحك الناس عليه، بيعمل اشياء مثلا بيستغبي بحاله وعشان هيك الناس بيقعدوا يضحكوا عليه. هذا اللي عم بيصير فيك بالضبط، بالسناب شات، بتويتر، بالتيك توك، بكل مكان، بالانستغرام، بكل مكان بالحياه، وين ما كنت، حتى لو نزلت على الفيسبوك الناس راح يضحكوا عليك. وبس والله انا شفت هذا الموضوع وحبيت احكي عنه. احكوا لي شو بتحبوا اضيف اشياء جديده للست اب الجديد، احكوا لي شو بتحبوا اعمل فيديوهات. يلا بدكم شيء؟ خلينا نشوف شو بتحبوا الفيديو الجاي. لو وصل هذا الفيديو 200 الف لايك راح احط هون ديناصور.
تمثال ديناصور لأنه ديناصورات مش حقيقية، بس رح أحط هون تمثال ديناصور، رح أشتري تمثال ديناصور ورح أحطه لو وصل هذا الفيديو 200,000 لايك. لو بتحب هاي القناة اعمل اشتراك، لو بتحب أعمل تحديات وأساعد الفقراء وأجيب مشاهدات على ظهورهم كمان اعمل سبسكرايب. يلا نشوفكم على خير، مع السلامة، في أمان الله.